قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وأذية الله تنقصه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه، وأذية الله تنقصه لا إيصال السوء إليه. فإن الدهر لا فعل له، والله هو الخالق المدبر، لأن الدهر لا فعل له والله هو الخالق المدبر. وسب الدهر له ثلاث أحوال، سب الدهر له ثلاث أحوال. الحال الأولى سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، سب الدهر مع اعتقاد كونه فاعلا بنفسه، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا لا يفعل بنفسه، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري من الشرك الأصغر، لأن إثبات سبب غير شرعي ولا قدري شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر على عدم اعتقاد، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، سب الدهر مع عدم اعتقاد كونه فاعلا ولا سببا، وهذا محرم، وهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر، خبرا عن الكفار الذين ينسبون أفعال الحياة والموت إلى الدهر. فمن سب الدهر فهو مشابه لهم، فمن سب الدهر فهو مشابه لهم، ويكون تارة واقعا فيما يخرجه من الإسلام، ويكون تارة واقعا فيما لا يخرجه منه، وهو على كل حال مذموم فيما فعل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل سب الدهر أذية له، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه، وأذية الله محرمة، وأذية الله محرمة، والمراد بها تنقصه سبحانه وتعالى. والآخر في قوله: لا تسب الدهر، والآخر في قوله: لا تسب الدهر، وهو نهي عن السب، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه، وهو نهي عن سب الدهر يفيد تحريمه.
وقوله في الحديث فأنا الدهر تفسره الرواية الأخرى أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار أي أتصرف في حوادث الدهر، أي أتصرف في حوادث الدهر. وفي رواية في الحديث عند البخاري ومسلم بيد الأمر، وفي رواية عند البخاري ومسلم في الحديث بيد الأمر، وهي تبين المعنى المتقدم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.